خدي اشربي راح يفيدك وبترتاحي عليه شوي. انت بدك تروح على الجامعة؟ ايه انا كمان جاي معك. معقول انك تجي بهالوضع؟ ما بدي ضل لحالي ابدا. امير كوراي كيف عمل فيني هيك؟ كيف اتجوز؟ انا ما عندي جواب على هذا السؤال. انا الجواب ما عاد يهمني، بس كيف قدر يعملها؟ هندا كوراي كان ناطرك انك ترجعي له من زمان، بس انت ليش بوقتها ما رجعتي له؟ انت من البداية كنت عارفان بعلاقتنا ما هيك؟ لا ما كنت بعرفها من الاول. كل الوقت عملت حالي مو شايفة. نحن عشنا سوا كل شيء، وانا يلي خربت كل شيء. قبل بيوم هو اجى لقدام باب بيتي وحضني. هو هلأ ببيته ومع مرته. أنا كل ما بفكر بهذا الشي بجن وما بعرف شو بدي ساوي. أمير على المنظر، امبارح هجمت على العرس وهلا قضت الليل عند هاد. وحياة الله ما حدا عرفان كيف هالناس عايشة. متأكدة انك بدك تروحي على الجامعة؟ ايه متأكدة، يعني انا مستعدة اني اعمل كل شي بالعالم بيرضي امير لحتى يسامحني. حتى اذا كانت فريحة رح تنفعني فانا رح استغلها. قرارات كبيرة لكن. ايه سينم خانم، قرارات كبيرة. وعندي قرار تاني كمان، دكتوري كان معه حق. أنا ولا مرة أخذت أدويتي بانتظام، دائما بتركها من نصها، بس هلأ أنا محتاجتها ورح صير أخذها بانتظام. لازم ما أفقد أعصابي أبدا. ممكن تعطيني أدويتي؟ بس أنا مالي متذكرة وين حطيت آخر علبة منهم، وعلى الأغلب لازم جيب علبة جديدة. ماشي بس جيبيهم اليوم معلش، لأنه عن جد أنا كتير محتاجتهم. طيب يسلموا. خاطرك. أخ يا ترى بتكون فائت البنت؟ اتصلي فيها يا ترى كيف كانت ليلتها؟ وانا شو عم احكي؟ ليش ضل عندهم شيء اسمه ليلة الدخلة؟ سهار اصحك تتدخلي بليلة بنتي او حتى بصباحيتها. عن جد؟ كيف يعني عمتي خديجة؟ شو نسيتي اللي سمعتوني اياه؟ حكيك انت ومرت عمي زهرة ومن تحت لتحت. يا ريتها كانت هون هلا لحتى تشوفي اللي عم بيصير. احمدي ربك انتي وضعك منيح وكلتوم تزوجت. لنشوف فريحة شو بدها تساوي. سهر لا تحاولي تختبري صبري. ايه اوعك تحاولي تجرحي بلسانك هذا اللي مثل السيف بنتي او بنت اخي، وإلا رح قوم قطع لك يا وطعمي للكلاب اللي بالشوارع. فهمتي؟ دخيلك اساسا انا ماني مثلكم دقة قديمة. بعدين كل واحد مسؤول عن حاله وانا ما بيهمني حدا تاني، ما دخلني. عمي خديجة؟ ايه صار عندي فضول اتصل بكلتوم. بيكونوا نايمين، كل ما فكر اتصل فيها بقول ما بدي. برأيك كلتوم امتى رح تعزمنا لعندها؟
صباح الخير. إن شاء الله رقبتك ما تكون عضلت. ما حسيت لما رجعت شفتك بعدين نايم هون. كان في شغلات كتير بالبراد للفطور قمت حضرت من الموجود، ولازم أعرف وين السوبر ماركت بهاي المنطقة، وطبعا نحنا لازم نعبي البراد. كيف بتحب البيض؟ ما عرفت شو أعمل، مشان هيك عملت وحدة مقلية وتانية مسلوقة، وما كان في خبز تازة، بس حمصت الموجود. صبيت لك شاي، كم قطعة بدك؟ كلتوم، أنا بالعادة ما بفطر الصبح، قصدي مالي متعود هيك. طيب ليش الصبح بيصير من دون فطور؟ ايه طبعا بيصير، ليش لحتى ما يصير؟ بعدين انا ما بقدر اشرب شاي الصبح، بشرب قهوه. ماشي، ثواني وبجهز لك قهوه. وقفي وقفي، خلص انا بساويها. انتي روحي جهزي حالك، رح اعمل دوش بعدين بوصلك على جامعتك. لا انا ما رح اروح هذا الاسبوع، يعني فكرت اني ريح شوي، لازم اتاقلم على البيت. اساسا هلا ما في محاضرات مهمه، انا لازم اتعود على البيت وضروري روح على السوبر ماركت. شو حابب تاكل على العشاء؟ انا عاده بتعشى برا. قصدي يعني ممكن نطلب شي من برا ومناكل سوا. هلا نحن موارسان جداد، يعني رح يكون في عنا زوار كتير، لهيك قلت لك لازم نعبي البراد. هلا امي بتكون ناطره جنب التليفون، أنا عم فكر إنه نعزمهم قبل ما أمك تسافر على أنقرة. أمي راجعة اليوم المساء كلتون. بعدين أنت عزمي مين ما بدك لهون. اسمعي أنا رح فوت أخذ دوش وبطلع. لا تفكري اني رح اترك هذا الموضوع ماشي، ماني مثل بابا، ما فيني اتركها على الله واقعد، فهمتي علي؟ في محمد في شيء؟ كنت عم وصل فريحة أستاذ. يعني رجعي؟ حلو كتير. أستاذ فيني أحكي معك شوي؟ محمد في شيء؟ هاندا ضليت نايمة عندك؟ ايه اتصلوا فيني من البار، شربت كتير وقلنا مثل العادة ما أنا هون، ما حبيت اتضل لحالها، كنت واعد كوراي بهالشي. ماشي خلص مو مشكلة، ما في داعي توضح، المفروض ما في داعي غير من هاندا. هيك يعني هي منيحة؟ لا أبدا، هي منهارة. غريب، أنا فهماني حالتها، كانت مفكرة لو شو ما عملت ما رح تخسر كوراي، وأنا هيك كنت فكر وأنا معك. لا تحكي، لا تقارنينا مع حدا فريحة، حتى آلامنا وأخطانا كمان لا تقارنيها. أنا عندي مشكلة وانت بتعرف شوية طرطيش عنها، هذا اللي اسمه أمير هو مشكلتي. محمد اسمع اللي رح أقوله منيح ولا تفهمني غلط، لأنه هالشي ما له علاقة بشكوكك،
بالنهاية اختك كمان عندها حياة تعيشها مثلنا كلنا. نحنا ما عشنا هيك حياة استاذ. انت انسان متعلم وهيك امور بالنسبة لك تافهة وما لها اي قيمة. كل واحد بيشوف الصحة سبعقله، ونحنا عنا هيك شغلات مستحيل تصير. طيب انت شو بدك يعني ساوي استاذ؟ انت هون وهداك الولد وفريحة كمان هون. فريحة امانة برقبتك. بس انت ما بتعرفني ابدا محمد، ليش عم توثق فيني هيك؟ انا بوثق فيك استاذ. انا ماني عرفانه شو بدنا نساوي، اما انا بعرف. انت بس امسكي ايدي، وما في داعي انه يشوفنا حدا ونحنا مع بعض. ما في داعي نفكر بحدا. بس نحنا ما فينا نتغاضى عن عصبية محمد وخيبة أمل بابا لما هو رح يعرف بكل شي بيناتنا. عيلتي أنا وكمان عيلتك ما فينا نتغاضى عنهم أبدا. مانك شايفتينا؟ هي هي المشكلة؟ ما أنا هي، بس أنت خايفة. مو هون بس المشكلة، أنت خايفة منا؟ جاوبيني على سؤالي. بوجودك أنا مالي عم خاف من شي بنو، بس لما بتغيب بصير بسأل حالي أسئلة كتير. لو ما وقعنا بإيدين خليل، ولو نحنا ما عشنا هداك اليوم سوا، كنا هلا تاركين بعضنا. أنت قلتي إنه نحنا بنهاية دربنا، وأنا وقتها تركتك. بس أنا قلبي ما قدر يتركك أبدا. وقتها كل شيء عشناه كان كذبة، واليوم نحن هون وهي الحقيقة. كنت رح تقدر تنسى اللي عملته معك؟ أنت نسيتي كذبة واحدة من يلي قلتلك ياهم. بتتذكري وقت كذبت عليكي لحتى تحسي بالألم؟ شو عملت فيكي فريحة؟ حاولت تصيري إنسانة تانية بليلة واحدة وما نسيتيها، لأني أنا ما عم بقدر أنسى كمان. يمكن النسيان ما نو حل، لازم نتجاوزه. طلعي فيني، قولي شو بدك. حابة نصير أنا وياك واحد. رح نصير. من دون ما أقصد أو رغبة مني، عملت شغلة كتير سيئة فريحة. صراحة أنا هديك الليلة شفتك وأنت عم تنخطفي، يعني قصدي شفتك بس كنت شربانة كتير، حتى أني ما عرفت أنك أنت. وبعدين لما أجت الشرطة وعرفت أنك انخطفتي خفت كتير، وما قدرت أعترف وأقول لهم أني شفت الحادثة. خفت لأنه توقعت أنه الكل يفهموني غلط. رح تسامحيني فريحة مو هيك؟ فريحة لا تسمعي كلامه. يمكن انت كمان ما رح تصدقيني، بس صدقتك جانسو. عن جد عم تحكي؟ شكرا كتير فريحة. فريحة انت شو عملتي؟ انت عن جد مصدقتيها؟ هي عم تقول انها صادقة. فريحة لما دورت عليكي هي كانت بتعرف، وكان معي حق بخصوص جانسو، وهلأ ما فيك تصدقيها. هي عم تقول إنها صادقة. أكيد هلأ ما رح إلا إنك وحدة كذابة. يا الله. المهم أنا هلأ فايتة على المحاضرة، فيك تاخذني لعند كلثوم بعدين؟ رح أخذك.
لوين؟ كأنك فايق بكير. شو هاد؟ مانا شي مهم، تحاليل وفحوصات روتينية لإلي. والله شايفك ما عم تهملي حالك أبدا. عن جد قولي، مانك حابة تعيشي شي 100 سنة وتشوفي نهايتنا كلنا؟ رح أرجع خلال ساعتين. في شي محدد مخليك تفيق بكير بولاند؟ بولاند سيمان؟ أنا هو. في لك ظرف ممكن توقع لي هون؟ يعطيك العافية. بتشكرك. شايفة سبب فئتي بكير؟ هذا هو. باين عليها قطعة خاصة كتير؟ ايه خاصة، خاصة كتير. تفضلي يا أهلا وسهلا، كيف فيني ساعدك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي حبوب فيتامين، بس بشرط يكون لونه برتقاني. برتقاني؟ برتقانية صغيرة ومدورة. مثل ما بتعرف صعب تخلي الأطفال ياخذوا فيتامينات وعندهم لون مفضل. فهمت عليكي، لون برتقاني. تفضلي. بقديش هدول؟ 20 ليرة. متشكرك. شرفتينا. يسلموا كثير. شرفتي، مع السلامة. معقول يرجعوني كل يوم والتاني بغيب، وأحرجتك كمان معي. طيب بمرق لعندك بعد كم يوم. ماشي ماشي، مع السلامة. سيد حسني وينك؟ كم مرة صرت عاملة معي وأنا مبارح ذكرتك أني رح أنطرك. لا لا، ما في داعي إلها. أنا قلت لك من قبل أكثر من مرة ما بقدر أعيش توتر الأعصاب بالتكاسي. طالما أنا كل مرة رح سوق السيارة لحالي، شو الفايدة من إني شغلك عندي؟ مع السلامة. حضرتك والدته للأستاذ لافاند، ما هيك؟ صحيح. وحضرتك تذكرت أنت ابن السيد رضا تبع البناية، ما هيك؟ أنتوا مريتوا بأيام صعبة كتير، بس عرفت من لافاند الأخبار الحلوة. الحمد لله على سلامتها. تسلمي، راحت وانتهت. بعتذر إني سمعت حديثك، ويبدو في عندك مشكلة مع شوفيرك. إذا بدك أنا ما عندي شي منوب، فيني أخذك ورجعك. إذا ما فيي تقلي عليك رح كون ممنونة. رح جيب السيارة وإجي. تفضل. شو رأيك تاكلي؟ لا ما بدي. قديشك طالعة حلوة؟ ورقيقة. هاندا؟ إلي كان عم يكذب ولا اللي سمعته صحيح؟ شو لساتك عم تقول عني كذاب؟ عم قلك أنا شفت العروس بعيوني، ولكنن كانوا رايحين يكتبوا كتابهم. شوفوا كوراي اللي كان يطلع مع أحلى البنات علق مع بنت ضيعة. هلأ مخكم ما فيه يفكر بشي تاني؟ شو صار لي؟ هاندا، أمير، أنا ماني عم بقدر أتحمل. روحي على البيت، ارتاحي وفكري منيح. يلا
معناتها منلتقي بكره شباب. انبسطت انك رجعتي، ولانك رجعتي تحضري حصتي كمان. انا راح علي دروس كتير، يعني مو بس حصصك انت، بالكل كمان. بتعوضيهم كلهم، مو مهم. اخوكي محمد شاكك انه صاير شي بالفترة اللي عشتيها مع امير. هلا انا بعرف انه محمد بيحترمك كتير، بس ما توقعت انه كمان يشاركك بشكوكه. إذا كان هالشي مضايقك فيني أقطع علاقتي معه. أكتر شي بعرف ساويه إني أقطع علاقتي مع الشخص من الأول. هو أنا بس تفاجأت وما كنت بعرف. أنت وأمير حليتوا مشاكلكم مع بعض؟ أو ليكون يعني بعد اللي مريتوا أنتوا فيه جاوزتوها ونسيتوها؟ الخوف من الفقدان بيخلي كل شي تاني ما له قيمة. شكرا لأنك نبهتني بخصوص محمد، وأنا ممنونة لكل شيء. ما كنت بعرف أنك قريب من لافاند. الأستاذ لافاند ضل معنا بأصعب أوقاتنا وما تركنا، وأنا ما فيني أنسى فضله. إيه صحيح، إذا شوفير حضرتك ما إجا اتصلي فيني وأنا بجي وبصلك. ليش أنت ما عندك شغل؟ لا، صارت مشكلة واضطريت إني أترك الشغل. وأنت حابب إنك تشتغل عندي؟ والله يا أمي، يعني هو زوجي قال لي عزمي مين ما بدك، بعدين هو ممكن يجي ويجيبك. إيه لا بنتي، ما بيصير هيك من أول يوم أنتوا لساتكن عرسان. خليه يمرق له شي أسبوع. إيه أمي، عم أحلف لك بالله هو هيك قال. شوفي ناطرينكم المسا ماشي. يلا أمي مع السلامة. بنت العمة حسناء الضيعة، قديش استخفيت فيكي؟ انت جاية لهون لحتى تهينيني؟ ما بيكفي اللي عملتي بعرسنا؟ بعرسكن؟ انت كيف نجحتي بهذا الشي؟ شو عملتي لأقنعتي كوراي بثلاث ايام؟ طلعي، انا ما اسأت لك بشي ابدا. اذا بتريدي طلعي من بيتنا. بيتكن او بيتك، طلعي فيني منيح. انت بتعرفي مين بكون؟
انت بتعرفي مين انا؟ طلعي بوشي، طلعي بوشي واحفظي منيح، ما رح تنسي وشي هاد ابدا. وزوجك كل ما رح يطلع بوشك رح يتذكر وشي، رح يفكر فيني دائما، ورح يصير كل يوم يكرهك اكثر. وما تفكري انه هو رح يحبك، وانا ما رح اترك لك اياه ابدا. بحياتك ما رح تقدري تنسي وشي، وبدك تعاني مني كثير يا حسناء الضيعة. طلعي بأول طيارة وتعالي، حالتي سيئة كتير. أنا أفرجيك. بدنا نروح إيدينا فاضيين، لازم ناخد لهم شي. إيه، ولازم إني خبر أخي كمان مشان يجهز حاله. أخ شو باني أنا، ليش ما خطر ببالي أسألها شو ناقصة بالبيت؟ قلك شغلة عمتي، يعني هو أنا ما بعرف شو يلي ناقصهم ببيتهم، بس إنن أكيد ناقصهم خواتم بأصابيعهم. إيه يلا خليني روح جهز حالي. ماشي؟ إيه ماشي، جهزي حالك. ليكي سهر بنتي، أنا واصلة على السوق شوي وراجعة فوراً. اسمعي، نحن رح نأجل موعدنا لبكرة سينام، لأنه جاي لعندي رفيق قديم من أنقرة. ماشي؟ ما في مشكلة، بأي وقت بدك. والله باين عليكي إنك مبسوطة، شوفي صاير شي؟ خطيت خطوة صغيرة بحل مشكلة صار لي زمان عم عاني منها. إيه إذا هيك فرحت مشانك. بيقولوا إنه مشوار لألف ميل بيبلش بخطوة واحدة، ما هيك؟ خلينا نقول هاي المرة أخذ طريق مختصرة. يلا بشوفك بكرة. مرحبا. قليل الاحترام. عفوا؟ وقت عم سلم عليك بصوت عالي واضح ما بتسمعها، بس بتسمع كلمة عديم الاحترام. طبعا هي كمان مشكلة. مشكلة؟ خليني اقول لك اياها، لعب لعبة الجيران ما انا من اولويات احترامي ابدا. اذا ما بتعرف تلعب دور الجار فلا تدق الباب الغلط. هداك هو بيت سينام خانو. شو هالتعجرفات؟ انت جبتها مجاني؟ بس هاي قطعة مميزة كتير، بتنحط مع مجموعة. جبتها مشان شخص مميز. كتير حلوة، شكرا. بتحب نسمعها سوا؟ بصراحة غريبة انك تسمعي شي بتعتبريه مميز كتير بوقت الظهر. بدك رأيي؟ انا ما لقيتها حلوة منك ابدا. مزبوط، معناها خلينا نسمع شي يوم المساء مع بعض، قاعدة على رواق. هيك بحس بسينام خانم المتميزة عن غيرها. سينام خانم المتميزة؟ برأيي هالموضوع ما بينحكى على الواقف هيك قدام الباب. هذا الزلمة تزوج واختفى، لك حتى هو ما عزمنا. شايفتك كتير صاحب واجب وبتحب تحضر حفلات الأعراس. إيه لا تحكي هيك، كوراي مع قريبة فريحة، قنبلة ما بتتفوت وفجرت بوش هاندا. صحيح، وكيف وضعها هاندا؟ والله البنت تعبانة كتير، يعني ما توقعت يصير فيها هيك.
لو ما كنت بعرف هاندا لكنت قلت انه في شي بيناتهم. ليك رح اقول لك شغله بس لا تعصب معلش. عم قول لو توصلني لعندها ومنروح على السينما المسا. يا الله، يعني هي وقفت جنبي وقت مشكلتي مع بابا، حاسه انه اجا دوري. طيب مثل ما بدك. زين يلا خليني اتصل بكوراي. تليفونه مسكر من امبارح وانا عم بتصل فيه. ماشي. لارا أنا تعبانة شوي وحابة إني ضل لحالي هلأ. بعرف إنك مالك مريضة. إلكر كمان حكالك ما هيك؟ هاندا أنت حابة إنك تحكي؟ ما عاد في شي ينحكى. أنا بس مستغربة كتير، عن جد متفاجئة. لا تمثلي علي هاندا، أنا شفتكن مع بعض وقد ما حاولتي تخبي أنا بعرف إنه مشاعرك اتجاه كوراي كبيرة كتير. لارا أنا ماني حابة أحكي بنوب. ماشي بس لا تنسي وقت مشكلتي مع بابا كنتي عم تسحبي مني الحكي وأنا ما كنت أحكي. إمتى ما حبيتي تحكي أنا جاهزة. لا تطلعي فيني هيك، توترت شوي لما شفتك هيك فجأة وارتاح بالي. كتير حلو هالبيت، عجبك ما هيك؟ أنا أصلاً إجيت قبل هالمرة لهون. إيه مزبوط. كلتوم شو صاير؟ أنتوا معزومين لعنا على العشاء. قديش صارت الساعة لهلأ ما جهزت شي؟ أمي انبسطت كتير. مشان الله خبريني شو صاير. بتعرفي ما هيك؟ لما اجت سألتني انت بتعرفي مين بكون بالنسبة له؟ مشان هيك اجت فجأة على العرس. وانا كنت مثل الغبية عم قول هدول اصدقاء، يعني انا كنت هيك مفكرة. هاند اجت لهون لعندك؟ شو قالت لك؟ ايه اجت وراحت وما قالت شي. بترجاكي فريحة لا تخبري حدا وحتى امير كمان. ماشي. هلأ هن من زمان بيحبوا بعضهم؟ القصة شوي معقدة. وكوراي كان كتير يحبها. في إلها صور كتير هون. كتير كان يحبها. معلش يلا مو مشكلة. ايه انا رح حبه لكوراي كتير ومن كتر ما رح دير بالي عليه رح ينساها ويحبني. والله العظيم فريحة رح تشوفي. طيب ماشي بتعرفي انا رح ابلش من الصفر. انا اخرتك. يلا انتي ما لازم تأخري امير كتير. ماشي.
خليكي أنا بطلع لحق. ماشي يلا روحي أنا يا دوبني لحق. كلتم؟ ديري بالك. ماشي. جاهزة. شو هالمنظر سهر؟ شو رايحين على الكازينو نحنا؟ الله يسامحك محمد، شو مو عاجبتك؟ نحنا رايحين على بيت سهرنا مشان هيك زبطت حالي. يعني شو فيها؟ اسمعيني سهر، يعني بس نحنا نوصل لهونيك انت ما تعملي نفس قلة الأدب اللي عملتها هديك البنت يوم عرس كلتوم. ماشي؟ مو معقول تنبهيني على هيك شغلات. ايه يلا خلاص خلونا نمشي. فريحة يلا بنتي يلا رح نمشي. يلا يلا ما رح نخلي كلتوم تستنى. يلا. هلا حبيبتي، أنا كنت جاي لهون أحكي لك عن همومي، بس من بعد ما خبرتيني عن مشكلتك مو مصدقة بنوم. يعني هي لازم تكون مسحة. إذا أنتي مانك مصدقة أنا شو أحكي؟ هالشي اللي صار صدمني كتير آيسو. طيب يعني مين هاي البنت؟ لك والله أنا ما عم أفهم كيف أولادنا هيك عم يعملوا هالشي بحاله. يعني هن من وين عم بيلاقوا هالبنات؟ كيف عم يقعوا تحت سلطتهم؟ ابني تزوج من بنت ما بنعرفها، والبنت أنا ما بدي يكون وقحة، بس هن مو من الناس يلي منقدر نقعد معهم على نفس الطاولة. المسألة ما أنا مصاري، المسألة هي فرق عادات. انت عم تحكي هالحكي إلي هلا؟ لو بتعرفي بالشي اللي عم عيشه من شهور وكم مرة بعدت أمير عن حافة الهوية، بس هو لحد هاي اللحظة لساته راكب راسه واقف على حافة الهوية. كوراي خلص رمى حاله من حافة الهوية أحسو. هلا بس سؤال، انتو كيف وافقتوا على هذا الشي؟ يعني زوجك اسماعيل ما عرض هالشي ابدا؟ فكرة انه بكيفنا؟ فكرة انه كوراي طلب موافقتنا؟ اللي عمله دق تليفون وقال بدي اتزوج وسكر. هاي رقم البروفيسور، انا متاكده رح يجاوب على كل اسئله رفيقتك لأنه صار عندي خبرة مع الدكاترة، وانتي بتعرفي حالة جانسون نفسية كيف هي، وصايرة أبداً ما عم تنطق. شو صاير معك؟ نبهار انتي شاردة، شو صاير معك؟ أنا تعبان شوي، حتى بيكون أحسن إذا بقوم بروح. من أهله. ها؟ وقت الدواء ما هيك؟ ايه مزبوط. معناها لسه على قرارك؟ لازم أعمل هيك. كل هذا الشيء مشان أمير. Thank you.
زعلان يا تسلمي يا روحي. إن شاء الله ألف مبروك يا عمري. أعطيني خالو. خلي لا تؤاخذوني، ما في شحاطات بتكفي. ما في مشكلة يا بنتي. خالي خلص انت فوت، تفضل من هون لجوا. تفضل خالي، البيت بيتك. يا الله كلثوم، هالبيت كتير كبير مثل القصر. بس انا كمان عرفانه نقي ايديتي. أنا ما رح أستنى لحتى أقعد، باعتبار أنه صار عطتك هديتها، يعني أنه خلي صهري لا يعاتبني. شوفي، بعرف أنه هاي الهدية مانها من مقامكم، بس أنتي ليكي فيكن تبدلوها إذا مو على ذوقكم أو على مقاسكم. أمي حبيبتي يسلموا كتير. إيه كلثوم، يعني أنت عن جد نسي عن العادات؟ بس حتى يجي زوجك بيلبسك يا ماشي. شو كأنه صارنا لسه ما اجي على البيت؟ بيكون على الآن بالعجقة. شوي تانية بيوصل. كلثوم شوفي، تعالي ورجينا البيت قبل ما يجي صهرنا. ماشي. ايه والله جد يا بنتي. شو هاد يا جايين لعند ضيوف وحضرتموهم؟ لا تقول هيك يا ابني، بجوز الزلمة في عنده شغل. حاجة بابا، اي شغل، كل شغلهم يطلعوا سهرات. والله انا كمان ما بعرف كيف دبرت بطاقة وكيف ركبت واجيت. الشيطان عم بيوسوس براسي ارجع، بس ما عم بسخفيكي. هاندا، انت كيف بتخبي قصة كوراي عني؟ لك يا بنت، أنا شو ماني رفيقتك المقربة؟ لو خبرتيني عن كوراي شو كنتي خسرتي؟ هلأ أنت إجيتي مشان تعاتبيني ولا منشان تكوني جنبي؟ ماشي، بس افرديها بقى. يلا قومي. لوين بدي قوم؟ يلا قومي، ما بدي أي اعتراض. رح نطلع نسهر برا، بدنا نفرفش، لازم نحتفل بجيتي لعندك. والله يا بنتي البيت كتير حلو، وأنا كتير بيعجبوني البيوت اللي بيكون جواتهم درج. ليك وفي درج بينزل لتحت مثل هذا اللي فوق؟ لك والله محظينا، عطينا هالأميرة لهالقصر. لك محمد، بس تشوف البيت، الطابق اللي فوق بيجي قد بيتنا، وفيه غرف نوم كمان. لك سهر خلص اسكتي، عم تشرحي عن البيت ولسه ما صلك عشر دقايق. ايش بدي اعمل، ضل هيك ساكتة مثلكم لحتى يرجع العريس؟ حبيت اتفرج. شو رأيكم نحن نبلش هلأ؟ شو يعني ما بدنا نستنى العريس ليجي؟ لبين ما نبلش بيكون هو وصل. يلا. ايه منيح لكن. يلا لشوف. يا الله. سكروا. مو مشكلة أصلاً، أنا حكيت كل شيء كنت بدي أحكيه. هالة، متأكدة إنك رح ترجعي هيك بدون ما تحكي معه أي شيء؟ يعني شو بدك يعني أحكي؟ عم حس إني إذا بلشت بالحكي هلأ ما عاد أقدر أوقف بنو، بس هذا الشيء شو رح يغير؟ ليش في حدا بيسمع كلمتي؟ عزيزتي هالة، أهلا وسهلا. أهلين فيك. هاي سون، اليوم لخبرتني انك انتي هون. الف مبروك. ايه امتى رح تصيري ست؟ اها. لا تخبص هلا انا، بعدين بتعرف ابننا هو كان شاهد على هذا الزواج،
ايه شاهد الصراف شغيله مو هيك بيقولوا؟ شو اسماعيل كأنه ما اجا. على كل حال الرجال بعده شب ما انه جاهز لحتى يصير جد. ايه خلاص فهمت، مبين انه ما راح قدر ضحككم اليوم. هو بالاصل نحن كنا عم نعاني من نفس المشكلة هلا، بس كوراي كتير متقدم بالقصة وعالسكيتي. أونر هلا رحلتها رح تكون بعد ساعتين، وهي ما ودعت كوراي لسه. ايه طيب بسيطة، انا بقترح انه نروح لعند العرسان ونداهم البيت قبل ما تروحي، شو رأيك؟ كمان هون شكله الزواج ما نفعه. مو مهم، استنيني شوي نلا يراجع. هاندا ليش هيك؟ ليش هيك عملت؟ جاوبني هلا، ليش هيك عملت؟ كيف قدرت تتزوج؟ لك انت كيف عملت هالشي؟ انت كيف عملتها؟ انت كيف بتعمل فيني هيك شي كوراي؟ انت كيف بتتجوز؟ انت كيف بتعملها؟ كيف بتعملها؟ انت كيف بتعمل هيك شي؟ انت كيف بتعمل هيك شي كوراي؟ كيف؟ كيف عملتها؟ فريحة روحي، انتي لا تعذبي حالك، هلأ بحطهم بجلاية الصحون. لا لا ما في عذاب ولا شيء. ايه خالي، انتو خذوا راحتكم، انا هلأ بساوي لكم القهوة بسرعة. لا 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 تعذبي حالك، نحن صار لازم نمشي هلأ، اصلا تاركين البناية ما فيها حدا. يلا قوموا. إيه لكن متل رحت الزناجيل، كل واشرب وروح. مشان الله اشربوا القهوة وبعدين روحوا، خلونا لنشوف العريس. يا أخي والله ما بعرف شو بدي أقول لك، هالعريس لا أجا ولا احترمنا أبدا. قديش صارت الساعة؟ والله عيب علي. هاي البنت شو على طول رح تضل لحالها هيك أخي؟ أهلا وسهلا. تسلمي. شو في عندكم ضيوف هلا؟ أمي وخالي وولاد خالي، تفضلوا. بعض
اوه وهي شرف العريس كمان. اها ليكو هي اجا امير. حبيبي كوراي الف مبروك، وهالزواج السعيد تحقق بفضل امير ابني. مبروك لكم كلياتكم. ماما بابا يلا خلينا نروح. اذا بتضلوا كمان شوي بيشعل البيت. شو راح يكون معناته؟ البنات مصوبين على أهدافهم، الأولى فضلا ما صابت الهدف، أما الثانية فصابت الهدف بنصه. بابا عارف عن شو عم تحكي. شوفي ابنك مو ناقص غير تجي تعلمني كيف أحكي، ما هيك؟ أمير كل اللي صار مجرد صدفة يعني. ابني هدول البنتين بيصيدوا الشباب الأغنياء. فتح عيونك بقى، فتحهم. ليكو انتو ما بتعرفوا اي شي عن قصة زواج كوراي، وهذا الشي انتو ما بيعنيكن، ماشي؟ بعدين انا على شو عم بحكي؟ امتى رح تفتحوا عيونكن؟ شو هالحياة اللي عايشينها؟ لو ما انكن كرهانين فريحة كنتو نسيانين اني ابنكن. انت كيف عم تحكي معنا هيك شي؟ نحن عم نحاول انه ننقذك بهذا الوقت اللي عم تستحقرنا فيه. تنقذوني ما هيك؟ ما خطرت على بالكم لما كنت مخطوف بهداك البيت؟ ما انتبهتوا حتى على غيابي؟ انت بابا كنت عم تقول انك ندمان كثير، قلت لك انسى بأول فرصة درت ظهرك، شو صار؟ ولا انت لما طلعت من المشفى ما اهتميتي فيني، رحتي اهتميتي بموضوع فريحة؟ انتوا اللي رح تنقذوني من فريحة؟ يلا انسوا مشان الله. يلا تصبحي على خير يا خانم. وانتو من اهله؟ ان شاء الله المرة الجاية منشوف الاستاذ كمان. تصبحي على خير. وشك وإيديك، وبعدها إذا بتريد تطلب لي تاكسي فورا. ليش؟ خليني وصلك أنا. أيسون من فضلك. أيسون. أيسون انت أم كتير منيحة، عملتي كل شي بيطلع بإيدك، كله مشان ابنك، تحملتي كل هالسنين رجال مثلي. انت أم كتير منيحة. رحنا شلحنا من رجلينا مثل البشر وما نفعت معهم إلا بدهم يطلعوا. لك محمد هدول هنن هيك عاداتهم، خلص بقى. لك بتقلن تصبحوا على خير وكأنه عم تضربون على راسهم. أنا ما أخذت على خاطري يا ابني، يعني الخانم بتكون زعلانة على ابنها منشان هيك هي حملت حالها وراحت. خلاص بابا مشان الله، شفتن شلون عم يتطلعوا؟ ما أنا عاجبينهم. شفتي ما أحلاهن رفقاتك؟
تصبحوا على خير. لا تفكري بشي سيء يا خديجة. احكي لي لشوف بشو صافني وعم تفكري. يعني بشو رح فكر أخي؟ الشغلة اللي بتصير بلا إذن نهايتها كمان رح تصير بلا إذن. شو ما شفت أمه لظهرنا حتى ما كلفت خاطرها تطلع بوشنا، وهي العريس بعد يومين عم يرجع على البيت وهو سكرها. آخ يا رب دخيلك، نحنا شو عاملين ومين ضارين لحتى هيك عم تصير فينا يا ربي. شلنا من سيرة أهله للولد، بس البيت كان كتير حلو محمد، بس تياب كلتون ما عم بتليق بهداك البيت، يعني نحنا لازم نشتري له شي جديد. ما ولك سهر، خلصنا انت والبيت بقى. دخيلك انت عم تنبهني وكأنه ما ضل تفكيرك معلق بهداك التلفزيون المسطح. ايه خلص محمد، كلياتنا عم نفكر بالشي اللي شفنا، بس لأنه أنا اللي عم عبر عم تقوله عيب. يعني هلأ فهمني، انت ما بتحب تعيش بهيك بيت حلو مثل البيوت اللي فوق وعلى راحتك؟ يعني هيك ويكون عندك سيارة وكمان عندك تلفزيون مسطح، يعني طيب خلص خلي شو ما كان يكون، المهم كلتون مبسوطة. يعني إذا تضايقت شوي بتطلع بتقعد بحديقة بيتها، وإذا بتطلب من زوجها رح ياخدها للمكان يلي بدها إياه. يعني الواحد إذا بيتمنى إنه يعيش هيك حياة حلوة، ما بعرف يا ترى عيب أتمنى هالشي محمد؟ كل شي رح يكون أحلى صدقيني. أنا مصدقتك. استنى، والله لا بقت لك كتير محمد، انت هلأ صرت الشوفير الخاص لأم الأستاذ لافاند، ما هيك؟ كان لازم تخبرني من مبارح. بصراحة حبيت أعمل لك ياها مفاجأة. لك لو أنك تحط الطاقية وتحلق دقنك شوي والله بتطلع أحلى. خلاص مشان الله سهر، شو بدك تبهدليني؟ ايه معك حق، هيك رح يبين عليك أنك الشوفير تبعها، أما هيك فمبين عليك أنك صاحب السيارة الحقيقي. عن جد؟ بس يخلص شغلك رح تطالع مرتك مشوار، ما هيك؟ لا مشان الله دخيلك، اصلا كل اللي اجى على راسنا كان من ورا مشوار. الف مبروك على اغلب شغل جديد. ايه عم بشتغل، ما رح اقدر وصلك. لا تروحي الباص عليكي. روح الله يوفقك حبيبي. يلا دير بالك. يا رب. شش اسمعي، انا رايحه لعند جولفيدان. ايه يا دوب تقدر تريحك وتخليكي تحكي. صباح. صباح النور. انت متضايقه مشان امبارح؟ بعد ما شفت كوراي وكلتون كنت عارفانة إنه في فرق كبير بين العيلتين، بس مبارح المساء أول مرة بحس بهذا الشيء. بس هالشي ما عاد له أهمية أبداً. لما شفت أهلك ما عرفت شو بدي أعمل، زعلوا منك ما هيك؟ هالشي مانو جديد. هالشي مانو جديد من لما تدمرت علاقتنا. أنا كنت عم بحكي مع أمك وكنا عم نحكي عنك، كنت بلشت عم بتقرب منها لأمك، وحتى بلشت الأوضاع تهدى مع أبوك بسببي أنا. بسببي أنا أنتوا عم تفتروا. فريحة صحيح أنا عندي أب وأم، بس نحنا مالنا عائلة. هالشي ما لك علاقة فيه أنت، قلة اهتمامهم وصدقهم كمان. القصة خيبت أمل.
لما كنت بهداك البيت هن ما انتبهوا حتى لغيابك. ما في أي مبرر تاني لهالشي أبدا. أنت هلأ مثلي مكسور خاطرك وهن عم بيحسوا بهالشي كمان. مثلا أبي كتير زعلان، عم بيلوم حاله مشان موضوع خليل واللي صار. طبعا نحن ما عم نحكي بهيك شغلات بالبيت، بس أنتوا فيكن تحكوا، بس ما عم تسمعوا بعض أبدا. فريحة، أنا ما بدي أفكر بشي تاني غيرنا بنوب، وما بدي أحكي مع حدا تاني غير. ما رح أفكر بشي تاني غيرك لحتى نتجاوز المشاكل الفاضية اللي حطوها أهلنا قدامنا. والله ليش الكذب؟ كنت مستنيتك بعد كتب الكتاب. هدول بنات عيلتنا خوفوكم ما هيك؟ كل شي بيتعلق بابني، وبس تشوفي شغلة صغيرة أو تسمعي شي ولما بتشكي بشي فوراً بتتصلي فيني. وشو المقابل؟ المقابل هو انت رح تاخدي الشي اللي بتستحقيه. اذا بتفوتك اي شغلة ما بتاخدي ولا ليرة، ماشي؟ لا تعكلي هم، انا ما بيفوتني شي ابدا. لقيت ابنها فوق فاجت عم تسأل إذا في عنا مفتاح احتياط، بس هيك مو أكتر. عمي شو ما بدك تفوت لجوا؟ عمي أونال هون؟ ايه يا خانم، وصل بعد ما اجينا. انت خليك هون لو سمحت. ماشي. ما في أي فرق بين النتائج اللي بعتن دكتورك وبين النتائج اللي بين إيدي يا نبهار خانم. قلتلك هذا الشي بأول لقائنا. بهالحالة ما عنا خيار غير العملية وبس. أنا بعرف مخاطر العملية منيح. أنا ما فيني أجبرك على هالمخاطر، بس الموضوع بيتعلق بتمدد الأوعية الدموية يا خانم. أنا قديش معي وقت لحتى أخذ قراري؟ بهيك وضع ما فيني أعطيك القرار الأكيد. من فضلك احكي بصراحة. طالما انت ما رح تعملي العملية فرح نتوقع حدوث اي شيء باي لحظة. فهمت عليك. بعطلة الأسبوع؟ بس هذا طلب بيلفت الانتباه. بس رغم هيك مالي متأكدة أونال، يعني أنت بتعرف وضع جانسو؟ يعني لازم تقومي بواجبك من دون تقصير. من دون تقصير؟ أنت عم تهمي حياتك وشبابك مشان بنت صغيرة مريضة نفسيا. أنا كتير بحترم هذا الشيء. شو يعني ما منستحق يوم راحة بعطلة الأسبوع بعد هذا التوتر اللي عشناه بمكان بعيد من هون، مكان هادئ وبس أنا وانتي؟ كل هذا صعب عليك إنه الوحدة تقلك لا أونال صراف أغلو؟ إلا كان بخاطرك. مع السلامة.
آيسون، أنت شو لك شغل هون؟ ما في علاقة بيناتكم؟ لك أنت شو عم تخبصي؟ أنا ما بصدقك أونال، أنت على علاقة مع هاي المرة. لما شفت سيارتك قدام الباب كنت مفكرة أنه عن جد جاي لهون مشان ابنك، وفكرت أنك كمان تعبان مثلي بعد اللي صار مبارح. شو هالغباء؟ شايفتك مبسوطة كتير، الكرشة بظريف مو هيك؟ ايه يعني شب بيضحك. رح اعتبر جوابك هاد انه كل شي عم يمشي مزبوط. احتمال، بس ان شاء الله ما رح يصير معك شي مفاجأة مثل اللي عملها رفيق هاندا معه، مو هيك بنتي؟ كوراي لا تخبصي امي. لك شو، انا ما خبرتك انه ما رح اتزوج ابدا؟ اوف، بعدين ماني مصدقة، هاندا تعبانة كتير وما شفتها من قبل بهالحالة هي. أنا ما عم بقدر صدق إنه العروس طلعت بتقرب فريحة. فعلاً الناس لما بتحب بنتلك كتير شجاعة لتعمل هالشغلات، فيهم يتجاوزوا الفروقات المادية، بس العادات والتقاليد كيف رح يتكفلوا بهالشي؟ أهاليهم كتير رح يلاقوا صعوبة. الله يكون بعونهم كلهم. يا أخي هالحكي حلو كتير، بس لا تقوم تنزع سرعتها وقوتها هلا، وإذا ما قدرنا نهرب من أزمة السير منضل بلا لقمة العيش. لا أخي، كيف بتكون سرعتك بالبنزين بالغاز نفسه؟ ما بيقلل من سرعتها ولا من قوتها، أنت لا تأكل هم. يلا ألف مبروك. إيه طيب، يعطيك العافية. أهلين أخي محمد، الكل عم يسأل عنك، زعلوا كتير إنك بطلت. كنا عم ندبر حالنا أخي، استعجلت كتير بقرارك. أنا بالفترة الأخيرة قصرت وكنت مناح معي، ما بيصير هيك شيء. بصراحة المعلم كان له فضل كتير علي، بس لقيت شغل جديد. إيه ألف مبروك إن شاء الله. يسلموا، عكل ما بدي أتأخر من أول يوم. شوفك. بس ما سمعت. بدك تتغدى؟ أمي اشترتهم، أنا لبست خاتمي. كلثوم، أنا ما بلبس خاتم، ما فيني ألبسه، ما فيني. مثل ما بدك. تمام، جاهز.
إن شاء الله اليوم المساء أنا رح أبعث لك يا. الله معك، مع السلامة. ها؟ أهلا وسهلا. مرحبا. أنت منيحة؟ تولين خانم؟ فينا نحكي شوي لحالنا؟ إيه أكيد. تفضلي. تولين خانم، انت لأي درجة بالضبط بتعرفي سينام خانم؟ من لما تزوجت بخلدون بيك في شي مشكلة معه؟ ايه نعم في مشكلة، هي على علاقة مع أونال. انت عندك علم بهالشي مو؟ لا ما بعرف بنوب. ليش زعلتي كل هالقد؟ يعني انتم مفترقين وهو هلا حر بحياته. يمكن انا على الاغلب اعصابي تعبانه شوي، خلينا نعتبر انه هالحديث ما صار بيناتنا. من فضلك خاطرك. مع السلامة. يعني لأمتى بدنا نضل هيك بالسر؟ انا مليت كتير عن جد. يعني عم بحكي شو، لأمتى رح نضل نتجاهل اهلي واهلك؟ لحتى هنن يشوفونا فريحة. رح نقدر نعملها؟ رح نعملها، ما رح اسمح لأي شيء انه ينزع هالشي. بكره اللحظة اللي عم نزلك من السيارة هون، بكره كل مرة لما عم نزلك من السيارة بأي مطرح، بكره هديك اللحظة اللي انت بتروحي فيها على البيت وانا عم استناكي لتانية، وأنا بكره هذيك اللحظات اللي عم روح وبتركك وراي. شو صار محمد بيك؟ ليش وقفت؟ عشان ما يشوفونا مع بعض. اتصلي فيني بس توصلي. ماشي. اي كوراي. عم تعزف حلو كتير. امي مانا بالبيت، بعرف عندي علم بهالشي. بعد شوي رح تكون هون، هي اتصلت فيني. بعدين انا ما كنت متوقع انك عم تعزف رومانس، جد فاجأتني. وانت كمان عم تفاجئني، في لك ذوق غريب. انا لما كنت بعمرك الساكسيفون ما كان يخطر على بالي ابدا. أنا والأنستورنات كان باتري بعرف، بس مو هذا الموضوع اللي عم بحكي عنه. النسوان. النسوان؟ النسوان من بعد خانم مثل سينام، بنت صبية وبريئة. انبسطت لأنه نفدت على خير. ما كنت متوقع أنك أنت مهتم كل هالقد. تلفت الانتباه، سينام بتحبك وأنت بتحب البنت الصبية، هي عم تتعذب.
غريب، يا أنت كتير ذكي يا سينا. عم تحكي كتير صايرة. أنا كتير ذكي. لافاند، أهلا وسهلا. ليش واقفين على الباب يا أولاد؟ شو صاير؟ أنا هلأ لو وصلت. تفضلي. يلا خلينا نفوت لجوا. إيه تقريبا أنا جاهزة، شوي تاني وبطلع. مع السلامة. شو أنت طالعة؟ إيه حبيبتي، اتفقنا أنا ورفقاتي إنه نطلع ونغير جو بعد ثلاث الأسبوع. حكيت مع تولين ولارا، قالت رح تكون مبسوطة أنه تستقبلك عندها بالبيت بهالعطلة. شكلك أنت مقررة أنك تتركيني عند الجيران مثل بنت صغيرة. أنا حبيبتي فكرت هيك مشان ما تضلي لحالك. مو مهم، ما في مشكلة. لا تنسي تاخدي دواكي، اوعك جانسو تضيعي علبة الدواء، تعرفي لأنه ما بيعطوه من دون وصفة. بس أنا ما عم بفهم إمتى رح تبلش فعاليته. عكلين، وأنا كمان رح روح البوتيك، بلتهي هنيك شوي. خاطرك. أنتوا بفضل أمير بعدكم بالبناية، يعني إذا هو كان قايل خليهم يروحوا أنتوا ما كنتوا رح تضلوا بالبناية أبدا. بارك لمين منكم؟ أنت يلي طالعتي موضة بنت البواب فريحة. كيف بتعملي فينا هيك فريحة؟ كيف بتعملي فينا هيك؟ شفتك وانت عم تبوسي، قليلي ليش؟ كيف بتعملي فينا هيك شي ولا ايه؟ كيف بتعملي؟ لك كيف طوعي قلبك؟ قومي. لك انت واطية، لك كيف كنت عم تبوسي؟ ما قلت لك ما عاد تشوفي؟ ما قلت لك؟ انا شو كنت قايل لك؟ شو كنت قايل لك؟ أنا نبهتك ولا؟ نبهتك؟ لك بدك يعني يصير مجرم؟ لك يا واطية، وطلع اشرب من دمك. قومي قومي محمد. شو عم تعملي؟ محمد شو عم تعملي؟ بابا قلي ليش ضربتك؟ بابا شفتهم وهنن عم يتبوسوا، كانت عم تبوسوا لهذا الواطي.
معلش تعطي التليفون لفريحة؟ طيب فهمت ماشي، ليكي إذا بصير شي خبريني ماشي؟ يلا. شو صاير؟ فريحة ما فيها تحكي، نايمة. أنا رايح. وقف أمير، ما فيك تروح. إذا بتروح كل شي رح يسوق أكتر. طيب شو أعمل؟ لأمتى رح استنى يعني؟ أمير خليه يهدى الوضع شوي، إذا رحت هلأ رح يسوق الوضع كتير ورح تحطها بموقف صعب. ما بدي يهدى الوضع، أنا رايح، بدي أخذ فريحة وأطلع من البيت. أمير لا تروح، ليك أنا كمان بنت هداك البيت، أنت من بعد ما ضربت محمد ما فيك تروح وتأخذ فريحة من هداك البيت. فريحة بتحب أنه تجي، بس حتى لو ماتت ما فيها تجي، لأنه ما رح تقدر ترجع إذا طلعت، لهيك ما تحطها بهيك موقف بترجاك. طمني ما رح يشوفوني، لا تخافوا رح أرجع الصبح. أعطيني القدرة لأخذ قرار صحيح، يا رب ساعدني، دلني على طريقة، لا تخليني ضايع يا رب من خيلك. أنا شو راح أعمل مع هالبنت يا رب؟ أنا شلون بدي ساعد ابني؟ قلي ساعدني يا رب، ساعدني ساعدني يا الله، يا ربي دخيلك.
بركب شي سيرفيس وبروح. حاجة بقى، أنا بوصلك وبرجع باخدك. مرحبا. في شي أخبار عن فريحة؟ ما قدرت أحكي مع فريحة لأنه خالي أخذ تليفونها، بس أنا هلأ رايحة على البيت. بترجاك أنت هدا وبعدين أنا بخبرك. أنت فوت ارتاح جوا، خود المفاتيح البيت بيتك، بوصل كلتوم وبرجع. يلا. محمد راح يوصلك من هلأ. من هلأ ورايح بيتك راح يكون هنيك، راح تضلي عايش هنيك. أنا ما عاد بدي وجع راس بالمرة. أخي راح تبعد فريحة، ما راح تكمل دراستها. شو ما راح تدرس؟ ما راح تدرس. بابا لا تعمل هيك، أنا عندي دراسة. في إلي حياتهم وخلصت. هلأ حياتك اللي هون من هلأ خلصت نهائيا. بابا لا تعمل هيك. بترجعك بابا. حياتك اللي باسطنبول خلصت هلأ نهائيا. بابا بترجاك ما تعمل هيك. أنا بترجاك بابا. بابا بترجاك لا تعمل هيك. شو كأنه ما بدك تنزل؟ لا أنا ما رح أنزل. اسمعي، أنا رح أرجع لأنه ما بعرف شو بيطلع مع أمير هلأ، بس لتهدى الأمور شوي. ماشي، وأنا رح أتصل فيك. كوراي كيفك؟ ألف مبروك. شكرا. كلتون بنت حبابة وجد بتمنى لكم السعادة. لا مو هيك، أنا ما بدي كذب عليك. قلي أنت شو عملت؟ كوراي انت جنيت شي؟ انا كنت عم شوفك، انت كتير بتحب هاندا. حرام حرام اللي صار فيكن انتو الثلاثة. فريحة، كيف وصلنا لهون؟
خبري الأمير إني وين ما رحت رح ضل أتذكره ورح يكون معي. كلثوم عندها خليني أحكي معها. طول بالك هلأ وصلتها كوراي، يا أما بتتصل هلأ أو بروح بخطف فريحة من البيت. ماشي مثل ما بدك. هذا جوزك بنتي كلثوم. اوعك تقولي فريحة مسافرة عالضيعة، اوعك تقولي. ماشي خالي امرك. الو شو الوضع عندكم؟ ايه منيح ونحن قاعدين هلا. ما بتقدري تحكي؟ شوفي فريحة كيفها؟ طيب شو اجي لعندي؟ لا لا تجي لهون، انا بحكي معك. ماشي. ما فيها تحكي. طيب بعت لها رسالة وفهم منها شو صار. طيب ماشي. آخ يا فريحة يا بنتي ليش عملتي فينا هيك؟ بعد كل اللي صار وكل هالتعب كانت مستاهلة إنك تهدي وتحرق الكل كرمال شب يا بنتي. آه. ألو كلثوم؟ هاتي فريحة لحاكيها. لا أنا ما بقدر. فريحة شو صاير لك كلثوم؟ لك واقف وين رايح؟ أمير واقف شوي.
إن الرقم المطلوب مغلق، يرجى المحاولة لاحقة. حظك قليل يا أمير بيك. يا رب دخيلك، أنا رح أفتح. وين فريحة؟ ابني أنت واحد متعلم، شو بك فايت على البيت مثل قطاعين الطرق؟ اتصلي بالشرطة، اعملي يلي بدك اياه، انا ما رح اتحرك قبل ما اعرف لوين سافرت فريحة. وين كلثوم؟ راحت عندها. خرسي على قطتك. كلثوم راحوا على الكراج وبعدين على الطيحة. قلت لك خرسي. جيب شاي بدك؟ فريحة؟ أمير؟ امشي روح. فريحة يلا. فريحة عم تسمعيني؟ نحن ما ضل قدامنا حل تاني. كل شي رح يصير أحسن صدقيني. يعني ما عم تلاقيه مو هيك؟ طيب ماشي، رح أنتظر منك خبر. إيه أكيد ما في خبر. كلثوم خانم. أمير مسكر تليفونه هلأ. إيه لكان معقول بعد ما شفتيه للزلمة جانن بتروحي بتقولي له إنه أخذوا فريحة على الضيعة؟ ما شفتي كيف مفارقة معه؟ قلت له رح أتصل بالشرطة، قال لي يلا اتصلي. بلكي هلا وصل الصبح ووقف على باب بيت زهرة وشافته. انا شو بدي الا وقتها؟ قولي لي اه. بعدين نحن ما قلنا له لمحمد مشان ما يعمل شيء للبنت، بس انا ما عم تنبلع معي. شو بدي ساوي لك؟ قديش صارت الساعه؟ خالك لسه ما اجا وصار وقت لم الزباله كمان. اصلا نحن اللي فينا كان مكفينا، ما كان ناقصنا غير هذا الهم. اي والله حاسب غصه بقلبي. بلكي لا سمح الله هداك المجنون راح لعند زهرة على الضيعه. وقتها شو راح ساوي يا ربي؟ والله برأيي بيروح. ايه بس شو هالحب؟ كأنه فيلم هندي. فيلم هندي. بس يفوت محمد من هذا الباب وقتها فرجيك الفيلم الهندي على المزبوط. يا ريت يروح ويقنع مرت خالي ليرجع فريحة. لك شو هذا الحكي هاد؟ لك انتي من وين عم تطلعي هذا الحكي يا بنت؟ اه يعني بس تجوزتي صرت تحكي؟ عم تتعلمي منهم ما هيك؟ قال بيرجعها. وقت بتجيبي بنت منشوفك شو رح تعملي. أمير نحن شو عم نساوي؟ عم نساوي كل شي كان لازم نساويه من الأول.
خلص نحن بدنا نترك كل شيء ورانا. أمير شو عملت؟ أمي وأبي رح يقلقوا كثير، لازم أتصل فيهم. بس التليفون رح يخليهم يلاقونا. بس أمي بتكون قلقانة هلا وعم تستنانا، أنا لازم طمنها. إيه بالأول خلينا نروح لمكان نرتاح فيه، وبعدين بتخبري أمك على راحتك. ليش نحن وين رايحين؟ ما بعرف لهلا. يا ترى شو بيكونوا عملوا هلا؟ يعني وين بدنا نتخبى ولأيمتى بدنا نتخبى منه نحن؟ أنا كتير بحبك وما رح أتركك. عم تسمعيني؟ بدنا بيت أو غرفة أو شو ما كان حتى نقضي هاي الليلة. الشتوية هون ما بتخلص ونحن مبسوطين كتير. هاد كان حلمنا. قليل كتير ناس لتمر من هون، غالبا بيكونوا مقطوعين مثلكم انتو مقطوعين، ما هيك؟ لا لا، نحن كنا بس مارقين من هون، قلنا منشوف. خير ما عملتوا والله. والصبح كوليزار خانم رح تجيب الفطور لعندكم، او انتو يعني اذا حبيتوا بس تفيقوا الصبح وتصحصحوا بتجوا بتفطروا معنا. يسلموا، شكرا كثير. يلا تصبحوا على خير. تلاقوا الخير. تصبحوا على خير يا شباب. تلاقوا الخير. هي أول خطوة بحياتنا الجديدة. بس أمير ما لازم يصير هيك، ما لازم هيك. ما عاد هلا في شيء له أهمية. المهم نحن سوا. وبعاد عن كل الناس. يلا روح اتصل بأمك. يلا. شوفي بنتي، اتصلي بمحمد، شو رأيك؟ والله اتصلت كتير يا عمتي خديجة، بس موبايله عم يطلع خارج التغطية. أخ، لو بيخبرونا أنه وصلوا بالسلامة لهونيك، والله وقتها قلبي رح يرتاح. ها، أهلا وسهلا أخي. أهلا فيك. يا
كأنه عمي ما عاد طلع حسه. شو بدك يا يحكي؟ يعني مو شايف كل شيء عم يجي فوق راسه؟ تشربوا معي شاي؟ رح ساوي. شو خير كلتوم؟ عينك على التليفون؟ شو زوجك تأخر؟ لك بنتي، جوزك جاي لياختك ما هيك؟ اسمعي امي، عم قول لحالي انه ضل نام هون اليوم، اصلا الوقت تأخر وكمان لا. ما بتركك انتي وخالي لحالكم. لا يي كلتوم، لسه ما صار لك اسبوع دغري حنيتي لحضن امك ولا مليتي من زوجك؟ استغفر الله، شو عم تحكي انتي؟ لك بنتي، انتي لساتك عروس وما بيصير انك تتركي جوزك هونيك ينام لحاله بالبيت. مشان هيك يا عمري، انت هلا لازم تتصلي بجوزك وخليه يجي ياختك. ماشي، يلا اتصلي. ها امي، هذا كوراي. الو، ايه ماشي ماشي، جايه فورا، هو قدام الباب، انا رايحه. شو ليكون الافندي ما بيتنازل ينزل لعنا؟ بنتي معقول هذا الحكي؟ اتصلي فيه خليه ينزل لحتى نشوف وشه. اتصلي فيه، روحي اتصلي. ماشي. الو كوراي، شوف هي امي كتير حابة انها تشوفك هلا، فينك تنزل شوي؟ نازل. قالت لي روحي ولا تطلعي وراكي ابدا. امي كانت تحلم اني اكمل دراستي، مشان هيك زعلانه كثير من ابي واخي. لكن احنا هون ومع بعض، وامك هلا فهمانتك وفهمانتنا، واكيد امك شايفه انه الجاي احلى، وانا هيك شايف. ولازم انت تشوفي مثلنا كمان هلا فريحة. انا ما بعرف شو كان رح يصير لو ما كنت معك. رغم هيك انا ضميري كتير عم بيعذبني. وقت اللي شتيك على الارض مرمية بنص الشارع، ما بتعرفي شو اللي صار فيني وقتها. معقول اللي عشنا يكون سبب لجرح كتير ناس؟ بس نحن ما جرحنا حدا ابدا، نحن بس طلبنا نعيش سوا. ابي اكيد هلا عم بيحترق قلبي. حتى امي هي كمان اكيد قلبها عم بيحترق لانه نحن هربنا منه. رح تمضى، بس نحن بالأول لازم نداوي جروحنا، وبعدين يا عمري نحن رح نداوي جروحهم. والله يا ابني هذا رفيق
ضيقك وقت اجى لهون وقف لنا قلبنا بمحله. صحيح هو ما قالنا شي، بس ان شاء الله ما يجوا يعمل شي. ما كان في من القهوه اللي بتحبها، سويت لك قهوه عاديه. ما في داعي كلتوم، اصلا لازم نروح. لا ما بصير هيك ابني، تروح ودغري. بعدين هلا بيجي اخي، معقول تروح قبل ما تبوس ايده؟ والله عيب، عيب كتير عيب. استنى استنى لحظة بس لحتى فرجيكم شغلة جبت لكم اياها. وينها لشوف وينها؟ مو انا اجيت لعندكم ابني وما كان في عندكم شحاطات للضيوف، وهالشي مو حلو بالمرة، جبت لكم هدول الغاليين للضيوف. ها وهدول جبت لكم اياهم مشان تلبسوهم بالبيت، شايف شو حلوين؟ ها بس لا تنسوا تاخذوهم بس تروحوا. امي كثير حلوين، يسلموا ايديكي. الله يسلم ايديك يا عمو. شكل العريس ما بيحب يلبس خواتم. ما فيني لاني ماني متعود. عندي شوية دروس ولازم نروح كلتوم. أي يلا أمشي. بسم الله. شو صاروا فريحة وينها؟ وينون ولاك؟ وينون؟ محمد اتركوا الزلمة. فريحة وينها يا أبي؟ وينها خدل البنت؟ هلا بدك تكون اتركوا العمالة تكون هربت. محمد وقف وقف يا أبي، كنت اتركوا مع فريحة وينها؟ لك أحكي ولاك؟ محمد أنا اللي خبرته. أنا اللي قلت لأمير أنكم مسافرين. اوعى تقرب عليها، هداك الحقير رفيقك خطفها لفريحة، اجندته خطفها. شو رأيك تحكي لي شي قصة؟ ماشي اسمعي، رح احكي لك قصة ما رح تنسيها كل حياتك فريحة. الحكاية بلشت من حادث سيارة صغير. هذا الحادث غير كل حياتي، عرفني على إنسانة ما بتشبه حدا، قلبت كياني وخربطت عقلي كمان. مزاجية، عصبية وعنيدة، كتير غريب. أول ما هي ودعتني بلشت الحكاية. كنت حب أني أطلع أسهر، أتفرج على الأفلام مع رفقاتي، كنت مبسوط. بس ما فيني قارن أبداً. لما الإنسان يحب ما توقعت بيوم إني ممكن أحب لهالدرجة. أتاري الحب بيعني الحياة، بيحسس الإنسان إنه عايش. شوفي كم مرة نحن تركنا بعض، ولما كنا نرجع كنا نضم بعض بقوة أكتر، وكأني كنت عم بحبك أكتر، وكل يوم بمر بحبك فيه أكتر. وأنت ما كنت تشبه أي حدا بعرفه، لا محمد ولا أبي، ما كنت بتشبههم أبدا، كنت دافي، بس كنت بتخوف كمان.
بس دائما أنا كنت حس بالأمان معك. تتذكر يوم اللي افترقنا؟ وقت اللي خلصت المسرحية قلت إني كنت النجمة اللامعة. وقت اللي افترقنا قلت لي يا ريت لو كنا عايشين بحكاية، وشو ما صار يصير معنا. لو أعرف إذا النهاية رح تكون سعيدة. بعدك إنه النهاية رح تكون سعيدة. رح تحبني دائما؟ أنا رح أحبك لآخر نفس بحياتي فريحة. محمد، انت شو ناطر يا ابني؟ روح خبر الشرطة. هلا انتو تابعوا الحالة لحتى نشوف شو نتيجة الدواء، وإذا ضغطه ما نزل بكرة بتجيبوا لي على المشفى. شكرا دكتور عارف. المصاري بتحكي، تليفون واحد الزلمة جاب الدكتور على البيت. يا عيني محمد، الشرطة، روح خبر الشرطة يا ابني. لا تستعجلوا وتخبروا الشرطة، أمير ما بيأذيها لفريحة أبدا. وإذا ما رحنا شو نساوي؟ ها؟ شو أنت اللي بدك تخلصها لأختي؟ بعدين أنت وياه مرفقات؟ أنا ما بعرف، أنت قلي وينه؟ محمد بترجاك، أنا ما بعرف شي بنوب، وبعد ما شفت اللي عملته بفريحة أنا مستحيل خبرك حتى لو كنت بعرف. خلص محمد بترجاك. بابا كلتوم خبرته انه رايحين على الضيعة، يعني بنت اختك هي سبب المشكلة. ايه ماشي اخي كلتوم هي اللي قالت، بس هي شو عرفها انه بده يصير هيك؟ بعدين محمد انت ما بتعرف كيف اجى لهون وفات لجوا مثل قطاعين الطرق. ايه والله خفنا يا ابني، بعدين بنتي مو معقول تحكي لحالها. محمد تعال تعال لهون ساعدني. يلا ابني خد مرتك وروح من هون. يلا يلا. يلا بدنا نروح لعند الشرطة. ايش قصة فريحة؟ رايح وجاي بيخطفها.